المؤمنون القرآن الكريم تلاوة قرآنية قرآنية التي يتلوها عليها الطالب في المدرسة العربية والمقيم بحوضية الألوفية وفضيلة الطالب الشيخ علي عبد الفتاح عبد الحليم قارئ القرآن الكريم والمقيم بشبه. نسأل الله عز وجل وجوده والتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ ترى الجبال تحسبها جاثمة وترى الجبال
الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. بسم الله الرحمن
صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وكل أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء له خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من وله كل شيء وله كل شيء من المسلمين وَأَنْ
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل وما ربك بغافل عما تعملون وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا إن فرعون علا يذبح أبناءهم ويذبح
Oh!
قال اقرأ فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه سمعتم أيها الأخوة المؤمنون إلى زيد لا وفرعني أخوارك اتسلاها علينا قارب حريط مصر العربية والمقيم في محافظة الأهلية وفضيلة القارئ الشيخ علي عبد الفتاح عبد الحليم قارئ القرآن الكريم والمقيم في شرق كان معكم وتوفيقا من عند الله الإذاعات الصوتية والإنارة الكهربائية الحديثة تطلب وتوجد المخازن الحاكم بسهولة بشوشاي بالاشتراك مع بعض الفن من فراشة الكبرى تطلب وتوجد المخازن الحاكم شحات عبد المجيد البري بمركز ومدينة أشكون والتلاوة القديمة ومسك كتاب لفضيلة القارئ قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ محمود أحمد عزام قارئ القرآن الكريم والمقيم بمركز ومدينة لوسطى محافظة المنوفية نسأل الله عز وجل له الأجر والتوفيق ولنا والحضرات وحسن الاستماع إنه ولي زانس والصابر عليه فليتفضل مشكورا